شو كاتبك؟ معناك ملاحظ معي انه هاللبس كتير مزمرة؟ لا انت لساتك غر ما بتعرف. شو بعرف وشو ما بعرف؟ انا ما بقبل، هي مرتي، ما بقبلها تكون بالمركز محط انظار. لا هذا اللبس انا جبته هيك خصوصي، هيك كتير رجال بصوتولنا على العمياني والنسوان بيعتبرونا متحررين كمان بصوتولنا. شوكت بيك يعني الاصوات الك بس هدول نسواننا. كي انا بنتي باوروبا بتلبس قصير لها بديع. خلصنا رح تعمل لها اياها اصلا، ما حدا حياكل لك اياها يعني على هالمنظر. ايه ما تعميش بهالمنظر. ما تاخذيني مرقده مثل ما عويس الخشقه. ايه بالعكس بورا، المراه المرقده إيه ما في منها. لك قولي لي مين بياخذ لك عقلك بقول لك المرقده؟ المعجعجه ما بقدر اتصورها اصلا. هلا المرقده موديل. شوي مرقده وما مرقده، انا ملفوفه لف مثل البرقه. شفت شلون مرتي ملفوفه؟ المهم تكوني عاجبه جوزك. عاجبته؟ عاجبتك بديع ولا مو عاجبتك؟ ماشي الحال. وانا وين فيزوني؟ لا انت بدي لبسك فستان للكاحل. ليش للكاحل؟ شو انا اقل منه؟ انت بدك تدوري على المراكز، لازم يكون الك هيبه. الفيزون في ولدنه ومراهقه. اذا بس مشان هيك ماشي الحال.